Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Ramadan is nearing to its end, and a lot comes down in the month of Ramadan. It's the most charitable month. It's a month of sacrifice, spiritual reflection, and a lot of humility. Soon, all Muslims around the world will be celebrating Eid al-Fitri. In this video, our international students, they've been kind enough to share their experiences in celebrating the Ramadan and as well as Eid in their hometown. أنا خبرتي برمضان هون أنا صار لي 5 سنين بهالبلد وخبرتي برمضان صار لها كمان 5 سنين معاي هاي إن شاء الله رح تكون الخامسة رمضان هون إشي عن جد كتير حلو زي ما حكيت الناس كلها بتتكاتف الناس كلها بتتساعد بيعجبني لما المساجد هون تصير تسوي موائد إفطار صائم يعني وبتكون مفتوحة للكل ما بتكون مفتوحة يعني لبعض الناس المساكين ولا الفقراء لا مفتوحة للكل په کور کې خو روژه د روژه میاشت ډیر ښه خوند کوي د خپل فامیل سره به مو یو ځای به مو روژه ماتونه کوله عبادتونه به مو کوله خو دلته که څه هم فامیل نشته راسره خو بیا هم د ملګرو سره یو مګر خپل فامیل او وطن ډیر یادوم صراحه انا متحمس كثير ومتشوق لرمضان كثير بكل ما فيه من المتعب زي ما انتم عارفين رمضان شهر الخير شهر الطاعه شهر الايمان شهر يعني بتكون أرواح الناس كثير جميلة وخصوصاً يعني بدي حاب أتكلم عن ماليزيا ماليزيا فيها خضار فيها طبيعة حلوة النفسية تبعت الناس نفسيتهم بتكون مفتوحة ما بتكون متعصبة زي باقي الدول العربية يعني هذا شيء كثير حلو يعني. Yang pertama sih THR. THR itu merupakan tunjangan hari raya. Jadi pada saat lebaran nanti orang keluarga kita bakal ngasih uang ke kita. Yang kedua adalah mudik. Jadi kita nanti bakal pulang kampung ke kampung halaman keluarga kita. Nah, yang terakhir nih, yang paling penting itu ngabuburit. Ngabuburit itu merupakan kegiatan yang kita lakuin sebelum buka puasa. اللي بيجعلني متحمس بشأن رمضان السنة إنه هي أول سنة إلي بصراحة في ماليزيا. يعني أول رمضان هتكون تجربة حلوة، تجربة جديدة، إكسبيرينس حلوة. هتعلم شغلات كتير عن ثقافة ماليزيا، عن ثقافة الشعب. عن ثقافة هاي الأرض شعب حلو الصراحة وثقافته حلوة والواحد بيحب يتعلم منها طبعاً أيوة في اختلاف بس اختلاف جداً بسيط وطبعاً رمضان في كل دولة شعورها مختلف وشعورها جداً جميل بس هنا لاحظت أنه في جميع المساجد اللي دخلتها في ماليزيا أنه يسووا وجبات لجميع المصليين صراحة هذه عجبتني لأنه يقربوا المسلمين ويقربهم في كل حاجة في الطاعات وفي في جميع الأمور فهذه العادة جدا جدا جميلة فأتمنى أن تصير برضو في اليمن لأنها ميزة حلوة كثير يعني রমজানের সবচেয়ে মজার খাওয়া বাংলাদেশের মধ্যে হচ্ছে জিলাপি এন্ড হালিম এই দুইটা জিনিস ছাড়া রমজান মনে হয় না বাংলাদেশে পসিবল रमज़ान में वैसे तो अफ्तारी सहरी सब मज़ेदार होती है लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अफ्तार में जो समोसे में बनते थे घर पे वो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं बहुत सारे खा जाता था सो ड्यूरिंग रमज़ान आई ग्रू अप गेटिंग यूज्ड टू ईटिंग फ्राइड फूड सो एनीथिंग फ्राइड इन रमज़ान इज़ लाइक रमज़ान फॉर मी विदाउट फ्राइड फूड इट्स नॉट लाइक द सेम अच्छा मुझे रमज़ान में खाने में दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं हमारा ट्रेडिशनल खाना है पाकिस्तान का मुझे बहुत अच्छा लगता है वो रमज़ान में मुझे रमज़ान में सहरी के वक्त कबाब पराठे बहुत मज़े के लगते हैं مثل كل دولة عربية وإسلامية فيها أنشطة تصير خلال هذا الشهر بلد السودان فيه ميزة جميلة وهو الإفطار الجماعي داخل الحارات خلال وقت الإفطار وقبل الأذان تبدأ البيوت بإخراج الفطور اللي تم تجهيزه والجلوس بشكل جماعي وتناول وجبة الإفطار مع بعض هو في هم هنا برضو بيدوا عليا وكده بس فكرتها شوية مستوحاة من تشاينيز نيو يير عيد السنين وكده عيد رأس السنة الصينية بيدوها زي ظرف صغير كده اسمه أنج باو
دوت التشاينيز هم اللي بيدوه، بس هم استوحوا نفس الفكره من التشاينيز نيو يير، بتبقى برضه حلوه جدا. هو مش شرط يكون بس العيله، ممكن كمان تلاقي حد غريب في الشارع بيديه لك كده. دي حاجه حلوه جدا، بتفرح جدا يعني. I would like to wish all Muslims, especially our international students in MMU, Eid Mubarak, or how the locals say it, Selamat Hari Raya, Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. On behalf of Multimedia University, I would like to extend my best wishes to all Muslim communities, especially international students in MMU, on the occasion of the Idul Fitri. We have now come to an end of the holy month of Ramadan and will now greet the month of Shawwal with open arms. On that note, I would like to wish you Selamat Hari Raya, Aidilfitri.